المئات من المعتصمين أمضوا ليلتهم الثانية في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة. العشرات من الخيامين أصيبت لإيوائهم. يجمع المحتجون هنا على رفضهم الحوار مع الحكومة التي يتهمونها بالوقوف وراء أحداث الخميس الدامي. تركنا المدارس وأعلننا الاضراب العام وقاعدين هنا إلى رحيل هذا النظام. بعد الشهداء وبعد المجزرة هو اللي خلى سقف المطالب يرتفع. كان من تعديل النظام، الحين اسقاط النظام كامل. تلفزيون البحرين الرسمي عرض صور ولي عهد المملكة يلتقي ممثلي الجمعيات الإسلامية للاتفاق على إطار الحوار الوطني نحو إصلاحات حقيقية. وكانت موجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الجذري بدأت في البحرين في 14 من شباط الحالي، وأثارت قلق واشنطن، ولا سيما أن هذه المملكة الصغيرة هي مقر الأسطول الأمريكي الخامس. كما أثارت مخاوف السعودية من امتداد الشيعة الذين يشكلون نحو 70% من مواطني البحرين إلى أراضيها.